الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر شعبان، وربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله واحنا في اتم صحة واحسن حال. معاكم محمود محمد، مدرس مساعد بقسم نظم. اكون معاكم ان شاء الله في المقرر الخاص بنظم المعلومات والحاسبات الالكترونية الخاص بالفئة الاولى انتظام. ده السكشن الاول، وكان كنا شرحنا مجموعة من السكاشن قبل كده قبل ما يحصل التوقف ده، بس هبدأ من أول شرح تاني السكاشن عشان الناس اللي محضرتش وما كانتش متابعة قبل التوقف. طيب، احنا بنتكلم عن خرائط التدفق. قبل ما ادخل في خرائط التدفق، انا محتاج ان انا اشرح الأول مقدمة هتسهل لي او هتبقى سهل بالنسبة لي ان انت تفهم ايه هي خرائط التدفق، وبعد كده هندي أمثلة على خرائط التدفق. لكل نظام عندي في الدنيا محتاج أو يعتبر ليه دورة حياة أو دورة تطوير حياة النظام، يبقى إن النظام بيمر بدورة حياة. دورة حياة النظام عموما بتبدأ بفكرة لحد ما أوصل للنظام ملموس على أرض الواقع. يعني أنا ببدأ بفكرة النظام ده محتاج أعمل مثلا زي سواء بقى نظام للموقع، نظام لشركة، نظام لأي حاجة في الدنيا، فهي بتبدأ بفكرة، والفكرة دي لحد ما بمر مجموعة مراحل لحد ما وصل للإيه، إن الفكرة دي أصبحت نظام ملموس على أرض الإيه، الواقع. بعد وقت معين بيحصل إن عدى فترة معينة على النظام، بيحصل إن هو بيحصل فيه ضعف، بيحصل فيه تنافس ما بين الشركات التانية، بيحصل إن المنتج بتاعي مش مرغوب فيه من قبل المستخدمين، فبالتالي أنا محتاج إن أنا كل فترة أطور على النظام ده، وبالتالي فأنا بيتم اللجوء إلى عمل تصميم نظام جديد أو تطوير النظام الحالي حتى يلبي احتياجات المستخدمين. طب ليه أنا بعمل كده؟ أو أنا ليه بدور على تصميم نظام جديد؟ يا إما عشان بيبقى في منافسة ما بين الشركة بتاعتي والشركات التانية، فمحتاج إن أنا أطور النظام بتاعي، يا إما إن أنا في تكنولوجيا جديدة عايز أدخلها عشان أطور النظام الحالي وأقدر أواكب العناصر الأخرى من الشركات اللي سواء كانت محلية أو عالمية. فبالتالي بما ان احنا بنتكلم عن نظم معلومات، فاحنا محتاجين نعرف ايه هو النظام. النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة، مجموعة عناصر مترابطة مع بعضها بتتفاعل مع بعض لكي تقوم بوظيفة محددة بغرض تحديد هدف معين او مجموعة اهداف. يبقى العناصر المترابطة مع بعضها ده، لو افترضنا مثلا ان احنا بنتكلم على كلية تجارة، فكلية التجارة جواها هي عبارة عن نظام متكامل. النظام ده بيحتوي على سب سيستمز، مجموعة عناصر فرعية، كل عنصر مترابط مع العنصر التاني عشان يطلع لي هدف في الآخر معين. زي لو اتكلمنا مثلا عندنا في الكلية التجارة في إدارة الدراسات العليا، في عندنا مثلا إدارة شؤون العاملين، في مثلا الماليات، فكل إدارة بترتبط أو مترابطة مع الإدارة التانية عشان تحقق لي هدف واحد، وهو مصلحة كلية التجارة أو مصلحة الطالب الموجود بالكلية وخدمة هذا الطالب. طيب، مكونات النظام. أي نظام عندي فيه inputs اللي هي مدخلات، processing عمليات أو المعالجة، والمخرجات اللي هي outputs، وبعد كده الفيدباك. المدخلات عندي هي عبارة ممكن تكون إن اليوزر نفسه هو اللي بيدخل الحاجة دي، يعني أنا بستقبل من اليوزر أو المستخدمين بتوعي داتا داخلالي، سواء كانت من اليوزر أو من الكمبيوتر نفسه أو من ممكن تكون من برنامج تاني. فبالتالي في داتا داخلالي، الداتا اللي داخلالي دي بالنسبة لي هي تمثل inputs، المدخلات. بعد كده بيحصل عليها processing، مجموعة من القواعد أو المعادلات أو القوانين اللي هيتم تطبيقها على هذه المدخلات عشان في الآخر إن أنا أحصل على الإيه، الـ outputs بتاعتي. فبالتالي الناتج النهائي طلع لي، أنا بعد ما بيطلع لي الناتج النهائي ده ببدأ أشوف زي التغذية العكسية اللي هي أو المرتدة أو المرتجعة اللي هي الفيدباك، عشان أقدر أشوف أي قصور ممكن تحصل في النظام ده فأقدر أعالجها بعد كده. هي دورة حياة تطوير النظام بتمر بمجموعة مراحل، زي ما قلت لكم بتبدأ بأول حاجة فكرة. يبقى أنا عندي فكرة نظام، فكرة النظام ده ببدأ أطور على أساس الفكرة دي. أول مثلا أنا عايز أعمل مشروع وليكن ويب سايت أو موقع، زي مثلا موقع الفيسبوك، فهو بدأ بفكرة، بدأت الفكرة دي في التطوير بعد كده. فأنا عايز أعمل الفكرة دي ليه؟ مشروع عشان سوشيال ميديا كتواصل اجتماعي ما بين الناس وبعضها. فببدأ أشوف التحليل متطلبات المستخدمين، هما محتاجين إيه، أشوف هيلبي رغباتهم إزاي. فبناء على التحليل ده
يبقى الفكرة دي أنا بطورها من خلال إن أنا بشوف الـ requirements اللي محتاجها الـ users بتوعي عشان أقدر أعملها. بعد كده ببدأ أدخل على مرحلة الديزاين التصميم، برسم الحاجات اللي أنا وصلت لها دي أو التحليل اللي أنا وصلت له ده من خلال التصاميم بتاعتي، اللي أنا برسم مجموعة الحاجات الـ requirements دي اللي أنا حللتها في شكل يسهل على المبرمج بعد كده إن هو ياخد الحاجات دي ويترجمها لأكواد عشان يطبقها، اللي هي مرحلة الـ implementation اللي هو التطبيق. فبيبدأ يطبق الرسومات دي او الديزاينز اللي انا رسمتها دي، سواء تصميم قاعدة البيانات، تصميم الانترفيس بتاعتي، كل الحاجات دي كلها بيبدأ ياخدها ويطبقها بلغة برمجة من خلال implementation ايا كان لغة البرمجة اللي هو بيستخدمها، سي شارب، بي اتش بي، فيجوال بيزك، في لغات برمجة كتيرة طبعا. فبتم ده من خلال مرحلة التطبيق. بعد كده بيحصل التستنج اللي هو الاختبار، اللي انا بعد ما طبقت الحاجة دي ونفذتها وبقى عندي سيستم اقدر اشتغل بيه، ببدأ اعمل له تستنج اللي هو الاختبار عشان اتأكد ان هو شغال ما فيهوش اي مشكلة. ممكن يكون السيستم شغال بس ما بيطلعش الحاجة اللي انا عايزها، يعني مثلا وليكن انا بجمع رقمين 2 زائد 5 المفروض يطلع لي 7، بدل ما يطلع 7 طلع 10، ده معناه ان هو ما جمعش الرقمين ولكن ضرب الرقمين 5 في 2 طلع لي الـ10. فهو ده معناه ان السيستم اتعمل له ران او اشتغل صح، لكن النتيجة او اللي انا محتاجه منه ما طلعش بنفسي اللي ايه اللي انا عايزه. وفي الاخر بعمل له مينتيننس اللي هي الصيانة عشان اتأكد ان السيستم ده كل شوية بيلبي الحاجات بتاعت المستخدمين وان هي ما فيش اي قصور فيها، ولو في اي قصور انا بقدر من خلال المينتيننس دي او الصيانة ان انا بعالج القصور دي. يجي بقى قراءة التدفق. بعد ما خلصنا المقدمة نقدر ندخل في قراءة التدفق. قراءة التدفق اللي هو أول حاجة بنبدأ بيها اللي هو التعريف، هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم بأشكال قياسية لتوضيح ترتيب العمليات اللازمة لحل مشكلة أو مسألة محددة. يعني أنا مجموعة رسومات برسمها، الرسومات دي من خلالها أقدر إيه أحل مشكلة معينة، والمشكلة دي برسمها أو بعملها من خلال مجموعة رسومات عشان تسهل اللي يقدر يشوف الرسومات دي يبقى فاهمها. يعني أنا بدل ما أقعد أحكي المشكلة دي في كلام مكتوب، لأ أنا بعملها من خلال الرسم. الرسم ده بيبقى مجموعة المبرمجين أو المصممين إن هم متفقين مع بعضهم على بعض الرموز، الرموز دي هم فاهمين هي بتعمل إيه، فبالتالي بتسهل عليا إن أنا من خلال الرمز ده أو الحاجة دي بتفهمني أنا عايز أعمل إيه في السيستم بتاعي. يبقى هو بستخدمها في ايه؟ في وصف عملية او نشاط او خطوات اللي هي ايه؟ خطوات سير العمل، من اول ما بيبدأ السيستم لحد ما بينتهي السيستم بتاعي. يعني مثلا زي ما لو اتكلمنا على مثال زي صفحة الفيسبوك مثلا اللي هي لوجن، فانا ببدأ ادخل ادخل اليوزر نيم والباسورد، اتأكد ان اليوزر نيم والباسورد لو هما صح بيبدأ يدخلني ينقلني بعد كده على صفحة الهوم، لو هما غلط بيعيد تاني ويقول لي دخل لي الايه اليوزر نيم او الباسورد لان في خطأ عندك في الايه في الادخال، فبيعيد التاني الادخال، ولو هم صح بينقل لي، لو هم غلط بيفضل نفس الحركة دي ايه يعمل لوبينج او تكرار الايه نفس الخطوة. طب المزايا بتاعت قراءة التدفق، انا بالنسبة لي مفيدة في شرح البرنامج للآخرين وخصوصا تيسير قراءات وفهم المشكلة وتوضيح للمبرمج ما يجب عمله. يعني انا بتسهل عليا المبرمج ان هو بيوضح الكلام ده من خلال الرسومات بدل ما نكتب كلام، لا ده انا بيسهل لي ان انا ايه ارسم رسمة واحدة هو بيفهم من خلال الرسمة دي انا عايز اعمل ايه. تاني حاجة بتساعد خريطة التدفق في توثيق افضل البرنامج وخصوصا اذا كان البرنامج ايه معقد. طيب ايه الرموز اللي انا بستخدمها؟ في مجموعة من الرموز ان هي متعارف ما بينها وما بين الناس او المستخدمين لخريطة التدفق، من خلال الرموز دي انا بقدر ارسم الحاجة اللي انا عايزها، ودي اهم الرموز اللي موجودة. في رموز تانية طبعا بس دي اهم الاشكال اللي احنا نستخدمها. اول رمز اللي هو الشكل البيضاوي او اللي هو التيرمينال اللي هو الطرفي اللي هو بيبدأ كخريطة تدفق وبينتهي معايا. بعد كده الشكل اللي هو الادخال او الاخراج اللي هو الانبوت والاوتبوت اللي هو المتوازي. بعد كده المستطيل اللي هو المعالجة او العملية البروسيسنج اللي هتتم. بعد كده الشكل المعين او اتخاذ القرار اللي هو الديزيشن. وفي الأرز اللي أنا بستخدمها أو اللاينز اللي هي خطوط الإيه الاتجاه ما بين خط أو ما بين شكل والتاني. كل شكل من الأشكال دي بيطلع منها سهم واحد أو بيدخل لها سهم واحد، ما عدا الشكل اللي هو اتخاذ القرار اللي هو decision بيطلع منها سهمين، شكل أو رسمة بيس وسهم تاني بنوم. خلينا نبدأ بأول مثال عشان نوضح الكلام النظري اللي احنا شرحناه ده. أول حاجة عندي أو أول مثال، ارسم خريطة تدفق لبرنامج يقوم بقراءة الطول والعرض من المستخدم لحساب مساحة المستطيل
ثم طباعة المساحة. يبقى أنا هنا كل اللي محتاجه من برنامج بيقوم بحسابة المساحة المستطيل. طيب احنا اتفقنا ان اي نظام مكون عندي من مدخلات وعمليات ومخرجات. خلينا هو حتى مديني نوت تحت كده بيقول لي الاريا اوف ريكتانجل اللي هي مساحة المستطيل بتساوي الويتس في الهايت اللي هو الطول في العرض. طيب البرنامج ده عايز يعمل ايه؟ هو بيقول لي استقبل من المستخدم الطول والعرض. يبقى انا هنا في عندي المدخلات اللي هي الانبوت. ايه هي المدخلات بتاعتي؟ انا عندي الطول والعرض، ادي الطول والعرض، وليكن هنا العرض هسميه ويدث اللي هي اختصار الدبليو، والطول اللي هو الايه الهايت. ده بالنسبه لي كمدخلات. طيب احنا اتفقنا اي سيستم مدخلات معالجه او عمليات ومخرجات. ايه هي العمليات؟ هو ان انا بحسب الايكويشن اللي مديها لي او المعادله اللي مديها لي اللي هي الطول في العرض اللي هي المساحه اللي هي المفروض ان انا بحسب مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض اللي هو المفروض الايه الويتس في الهايت. طيب بعد كده عندي ايه المخرجات اللي هو المفروض ان انا ايه بطبع اللي هي طباعة اللي المساحة وليكن ان انا هسميها ايه الاريا. طيب عايزين نترجم الكلام اللي احنا كاتبينه ده لرسمة من خلال خريطة التدفق. طيب خريطة التدفق عندي اول حاجة بتبقى هي الايه البداية والستارت، مش هتفرق لو كتبت بالانجليزي او بالعربي. يبقى اي خريطة تدفق ليها بداية واحدة ونهاية واحدة. فانا بدأت بستارت بعد عملت الارو او السهم بتاعي، بعد كده بشوف المدخلات العمليات المخرجات. اول حاجة ببدأ بيها اللي هي المدخلات اللي هيدخلها المستخدم او اليوزر. فالمدخلات بتاخد شكل ايه؟ زي ما اتفقنا اي حاجة انبوت او اوتبوت بتاخد شكل المتوازي. يبقى هاجي اقول له هنا ريد الويتس كوما الهايت. طيب يبقى ده بالنسبة لي المدخلات. بعد كده البروسيسنج او العمليات اللي هي حساب مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض. طب انا اي بروسيسنج بتاخد عندي اللي هي شكل الاكتيفيتي بتاعتي اللي هي شكل الايه المستطيل، فهاجي اقول له هنا area equal الويتس في الهايت. يبقى انا كده قدرت احسب مساحة المستطيل من خلال العملية ان area equal ويتس في الهايت اللي هي الطول في العرض. وبعد كده الناتج بقى النهائي بتاعي اللي هي المخرجات، عايز اطبع الايه الناتج بتاعي، فبياخد برضو نفس الشكل بتاع المتوازي. هنا برضو بقول له برنت مين الاريا. يبقى انا هنا المتوازي هنا نفس الشكل هو اللي انا بستخدمه لقريت حاجه من المستخدم، هو نفس الشكل اللي انا بستخدمه عشان اطبع حاجه للمستخدم. وفي الاخر انا عندي نهايه واحده، يبقى باجي اقفل هنا اقول له ايه اند الفلو شارت بتاعتي. يبقى في بدايه وفي نهايه، هي بدايه واحده ونهايه واحده، وجوه ببدأ أكتب المدخلات والعمليات والمخرجات بتاعتي. زي ما شفنا المثال وادي الحل بتاعه زي ما شرحناه من شوية. طيب مثال تاني، ارسم خريطة التدفق لبرنامج يقوم باستقبال رقمين من المستخدم ثم يقوم بطباعة مجموعة رقمين. يبقى أنا عندي هنا بيقول لي إن السم إيكوال نم 1 بلس نم 2 اللي هو الرقمين اللي هيدخلهم اليوزر. نفس البرنامج يعتبر اللي فات هو هو مع اختلاف المعادلة. هنا ببدأ start بريد النم 1 ونم 2، بعد كده بحسب السم ايكوال نم 1 بلس نم 2، وبعد كده ببرنت مين السمشن بتاعي، وفي الاخر بقفل خريطة التدفق. مثال تالت مختلف عن الاتنين اللي فاتوا، هنا بيقول لي ارسم خريطة التدفق لبرنامج اقوم بقراءة 3 ارقام ثم يقوم بطباعة الرقم الاكبر. يعني هو مديني هنا x y z وبيقول لي مثلا انا عايز اعرف اني رقم اكبر منهم، مثلا للاكس ب2 والواي ب10 والزد ب5، فانا هنا عايز اعرف مين اكبر رقم في التلاتة. المثال ده بيقول عندي 3 ارقام وليكن اكس واي زد. الاكس هنا وليكن افترضت ان هي عندي ب2، الواي ب5، والزد مثلا ب10. مين اكبر رقم في التلاتة؟ اللي انا هعمله ان انا بقارن رقم 2 مع رقم 5 وهيطلع ان اكبر رقم فيهم هو مين؟ الخمسة. بعد كده بقارن الخمسة مع العشرة هيطلع ان الرقم الاكبر مين؟ 10.
يبقى من هنا لما بلاقي 3 ارقام انا هستقبلهم من المستخدم، ببدا اقارن كل رقم مع التاني وبشوف مين الايه الاكبر. معنى هنا ان انا بسال سؤال، هل الاكس اكبر من الواي ولا لا؟ بعد كده بقارن، هل الاكس اكبر من الزد ولا لا؟ معنى ان انا بسال سؤال يبقى ان انا هنا عندي الشكل اللي انا هستخدمه اللي هو شكل الايه معين. الشكل المعين بيطلع منه سهمين، سهم بيس مثلا وسهم بايه بنوم. يعني مثلا لما اجي اقول له هل الاكس اكبر من الواي، فانا هنا بسال سؤال هل الاثنين اكبر من 5؟ لو اه ساعتها هيطبع لي مين الاكس، لو لا هيطبع لي مين الواي. يبقى انا عندي هنا بقارن الاكس مع الواي، لو الاكس اكبر بيطبع لي الاكس ده في حاله انه يس، ولو الواي اكبر معناه ان هو في حاله انه هيطبع لي مين، هيطبع لي الواي. انا عايز اعمل نفس الكلام ده بس على 3 ارقام. المفروض ان انا 3 ارقام هستقبلهم من اليوزر، فبالتالي انا مش هحط ارقام خالص اصلا، انا بحطهم كايه كفاريبلز عشان تبقى دايناميك مش ستاتيك، يعني متغيره معايا، مش هعملها الارقام بايه بعينها فكل ما اجي استخدمها استخدمها الارقام دي بس، ده انا بحط الكفاريبلز عشان تبقى ايه متعممه على كل الارقام. طيب زي ما اتفقنا ان انا اول حاجه عندي في الفلو شارت ان انا ببدا بيها اللي هي مين الستارت. يبقى انا اول حاجه هنا باجي اقول له ايه ستارت. طيب هو بيقول لي انا هستقبل الثلاث ارقام من اليوزر اللي هم الاكس والواي والزد. يبقى انا هاجي هنا اقول له ليد الاكس واي وزد. طيب استقبلت الثلاث ارقام، هبدا اقارن كل رقم مع الثاني. هاجي اقول له هنا الشكل المعين ده اللي هو ديزيشن اللي هو بياخد قرار، هل الاكس اكبر من الواي؟ في حالة ان يس ليها ايه؟ ليها ستيبس هتتنفذ، وفي حالة ان هو هيطلع ايه؟ بستيبس تانية. طب في حالة ان يس معناها ان الاكس اكبر من الواي، هبدأ اقارنها تاني مع مين؟ مع الزد. يبقى هل الاكس اكبر من الزد؟ لو الاكس اكبر من الواي وبعدين الاكس اكبر من الزد، ساعتها هيطبع لي مين؟ هيبرنت الايه؟ الاكس. طيب في حاله ان هو الاكس اكبر من الواي بس بعد كده دخل على الاكس اكبر من الزد، ما طلعش ايه؟ ما طلعش ايه؟ طلع ايه؟ طلع نو. معنى كده ان الزد اكبر من الاكس، وبالتالي هي الزد اكبر من مين؟ من الواي، فساعتها هيطبع مين؟ هيطبع برنت الزد. طيب ده في حاله ان ايه؟ يبقى هو دخل الاتجاه ده. طب بعد كده لو انا طلع ان الاكس في الاول اصلا مش اكبر، يعني الواي هي الاكبر من مين؟ من الاكس، هبدا اقارن الواي مع الزد. هل الواي اكبر من الزد؟ لو في حاله ان يس هيطبع لي مين؟ برنت الايه الواي. وفي حاله ان نو يبقى الزد اكبر من الواي، وبالتالي هي اكبر من مين؟ من الزد، فساعتها هيدخل يطبع لي مين؟ الزد. فاخدت السهم زي ما هو ونزلته على مين؟ على الزد، لان هي مكتوبه ايه قبل كده. طيب بقى عندي هنا هيطبع لي الاكس، وهنا هيطبع لي الزد، وهنا هيطبع لي الواي. التلاتة بوصلهم مع بعض وبدخل في الاخر، لان احنا متفقين ان احنا عندنا نهاية واحدة، فبعملهم بوصلهم ببعض بسهم واحد ويطلع لي للإند. يبقى زي ما اتفقنا ان احنا لنا بداية واحدة ونهاية واحدة في خرائط التضافر. قريت اول حاجة من اليوزر الثلاث ارقام الاكس والواي والزد، بعد كده قارنت كل رقم مع التاني، هل الاكس اكبر من الواي؟ في حالة النيس طلع لي. قارني تاني، هل الاكس اكبر من الزد؟ في حالة الميز معنى كده ان الاكس اكبر من الواي واكبر من الزد، ساعتها هيطبع لي مين؟ الاكس. طب في حالة ان الاكس اكبر من الواي بس مش اكبر من الزد، يبقى ساعتها ان الزد اكبر من الواي واكبر من الاكس، ساعتها هيطبع لي مين؟ الزد. طب في حالة ان الاكس في الاول اصلا مش اكبر من الواي، يبقى الواي الاكبر. طب هل الواي بقى اكبر كمان من الزد؟ ساعتها لو جيس هيطبع لي مين؟ الواي. في حالة ان نو هيطبع لي مين؟ الزد، لان هي اكبر من الاكس، اكبر من الاكس واكبر مين؟ من الواي. في الاخر طبعا للتلات ارقام في كل واحد اكبر من التاني، وفي الاخر بوصلهم بايه؟ بنهايه. يبقى ادي خريطه التدفق، وادي الحل بتاعها اللي احنا حليناه مع بعض. اشوفكم ان شاء الله السكشن الجاي، هنكمل بقيه الامثله على خريطه التدفق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.